تتقسم لحمود المعمر اختيار العملية فرصة الهدف للنجم الخلادي وضيع على حمود المعمر الكرة إمكانية التهديف وكاد يحقق الهدف الأول للنجم الخلادي لولا التدخل في آخر لحظة مازال الهجوم متواصل رغبة من جانب النجم الخلادي في تعديل النتيجة مطالبة بمخالفة ينسكك الحديد الفاخسي يحيى ميدة طويلة الكرة مقطوعة في مرة أولى رضوان شبشوب الكرة دخل مشعالة ورائية التوزيع كان رضوان شبشوب تدخل في اتجاه مروان القضامي مروان القضامي فما تدخل الدفاعي تدخل مدافع طويلة من حمدي العابدي تدخل الدفاع وسام الحبيبي من جديد مروان القضامي كرة اتجاه ياسين بوشعالة دخل بوشعالة ياسين بوشعالة مروان القضامي ومعه حسام الحبيبي التفوق لحسام الحبيبي يتحصل على مخالفة الشوط الثاني كوقت بديل باعتبار انه تفعل خطوط ثلاثة وحسن تجار فريق منافس الميدان حرم الفردي يهيب المساكني الكرة أسبق الجرمي بالفعل عقرم بيلي رياضية تتوزع الكرة على القائم الثاني بعيد جزاء تشيني قليان أقرب اللاعب رقم خمسة حسام الدين الحبيبي أرجع من جديد اللي قرم بيلي رياضية طويلة الكرة الحبيبي في تنفيذ التماس توصل الكرة من جديد التوزيع البحث عن اللعوي الشاوي لكن كرة الزوادي الى جوزيف يانيك نيانغ لكن ايمن ناجي اسبق حارس اقول مرة اخرى الحبيبي في 25 لاعب من هذا الشوط الاول يقطع الكرة الحبيبي كالعادة في تنفيذ التماس حسام الدين الحبيبي تماس طويل في شكل ركنية بانتظار تنفيذ العملية حسام الدين الحبيبي رأسية أمين للناصر الشعبيني ودفاعات جروبيل الرياضيين تعبي الاثنين مع إياد المساكني يوزع الكرة دويس لكن موجود قلت دفاع جروبيل الرياضيين في شخص حسين الدين الحبيبي تبغى سيف الدين الجربي طويلة كرة بن شريفية أسبق الحبيبي من جديد موجود إياد المساكني في التغطية على مستوى منطقة الوسط البيت سؤال تعليق على هذه المباراة وترجع الكرة الدفاع سيف الدين الحبيبي لكن وائل بن نكحي العائد يحاول استكاك الكره فما رفع وائل بن نكحي لاعاده الاعاده شوفوا الدفع من وائل بن سفيان المقعدي ينفذ الكره تنفذ العمليه خطيرة على مرمى الحارس ايمن البلبولي من سابق القروي اعاده التنفيذ كان لسفيان المقعدي ومحاوله بتسديده راسيه ثم محاولة للمس الكرة من سوسة بن النجم الساحلي وضيف مدينة سوسة جرومبيليا الرياضية انتظرتوا الجولة السابعة باش تحققوا أول انتصار ذولي في مباراة كانت صعبة الحمد لله مباراة صعيبة برشا في المونتال بريسيون كبيرة علينا صلتها الجمهور الحمد لله اليوم فرحناه الجولة السابعة لعبنا كأربع خسائر معناها كنت أربع جمعيات كبار مع زوج تعادلات بدينا ناخذوا في ثقة في رواحنا في الناسيونال باش نجريو الجمعيات عندهم تقاليد ربحنا اليوم حمام نلف جمعية كبيرة عندها تقاليدها في الناسيونال جات تروا بوان باش ينافسونا باش نجموا نخدموا في ارتاحية وخلينا جمهورنا فرحانين وإن شاء الله جاي خير يا رب إن شاء الله. الصورة نجيبها كلش بالنوعية الجيدة صار فريق صلاح هذه كورة والتدخل من الدفاع عود صلاح نزل الدفاع نزل الهجوم ولا توزيع والركنية الركنية لصلاح ال قدر يدير الفيختي واخر يدير المباراة توزيع
من علي معلول والتدخل من حسام الحبيبي. مش بينفع يلعب مع احمد بيدا. احمد ميدا يرفع الكره ترجع من حسام الحبيبي. احمد ميدا يخرج كره لكن الدفاع يتك والنادي الرياضي البنزرتي. كره لصالح الملعب الجيبسي يدخل الدفاع وجرباليا تتوزع الكره داخل منطقة الجزاء. ثم ايزاك وكذلك اكرم معتوك والدفاع يدخل. اعتمدها العديد من السنين. خالد المليجي الرجيبي وتدخل الدفاع. التدخل من الدفاع من حسين الحبيبي. كيني لقاء استرجاع ذكريات عبود الهجوم ويختير الكرة وتدخل